مساكم الله بالخير. اليوم عندنا طبخه جديده هم من كويكر، هي كويتيه قديمه، خثره السمك، بس بنستبدل العيش بالكويكر او بالشوفان تحت رعايه مطابخ الفارسي وتحت رعايه زين. اليوم عندنا كويك شيف مع الكويكر، وكويكر قهوه يمي. شوف ايش كبره اليوم، عاد الكويكر عندنا كبير راهي. اول ما راح نبدي طبختنا وايد سهله، عندنا الهامور يبينا فريش من الدانه، ما قصروا خوش هامور. الطبخه وايد سهله وطبيعيه وخفيفه، كل اللي بنسويه نحط شويه زيت عشان نحمر البصل، وانا ما ابي اطول عليكم الوقت، فانا البصل مكرمله من اول اللي هو هذا نفسه، وعشان تقولون شلون بحط لكم شويه من هذا عشان تسمعون الصوت الحلو، وتعالي من هذا نسوي الخلطة مالتنا اللي نبيها. وعندنا شوية شبل كزبر وشوية شبل، لازم البهارات والزنجبيل والثوم، هذا الزنجبيل والثوم نزله هنا عندنا، ولومي أسود تقريبا لوميتين مكسرين، وحبيبة هيل. نحركهم كلهم مع بعض عشان تعطينا الريحه الحلوه مالت الحنسه. عندنا الحين البهارات، لومي اسود نحط على السمك، وبهار مخلوط بشويه ملح، شويه كاري، كركم، وكمون. على طول ننزلهم عندنا هنا. ونحركهم عشان ياخذون الطعم كله. تدرون ان السمك يحب الكمون ويحب الزنجبيل ويحب الثوم. فاحنا حاطين له كل المكونات اللي يحبها. راح نزيد شوية كزبرة وشوية شبنت عشان نحمسون وياه، وما ننسى الطماطم تقريبا طماطتين مقصصين والمعجون. شوفوا الطبخة كلها سهلة، ما تبي علبة معجون كاملة، نخليها تطبخ وبعدين نصب عليها الماي وعقب ارد لكم اقول لكم شو نسوي. شوية ملح، شوية بهارات مشكلة، لومي اسود نعم، وذرة هيل، ريحته، راح نضيف شوية سمنة، شوية سمنة عربية عشان تعطيها المزازة وتعطيها طعم. نضيف لها ماي، مو وايد، ماي متوسط، لما يغلي نتأكد ان السمكة استوت. اللي يغطي السمكة وننظره يغلي، بعدين نشوف متى ما تستوت السمكة نطلع نصها ونصها نخليه داخل عشان يستوي مع الكويكر عشان يصير عندنا الخثرة. يلا رد لكم لما يطبخ ويستوي عشان شوفوا سمكتها قاعده تطبخ. بس ناقصها شيء، ناقصها شويه فلفل اخضر، اللي يبي يحط حار او يحط فلفل بارد. هذا احنا نستخدم بارد قفشتين، راح تغير النكهه صدقوني. راح نطلع شويه من السمك وخلي شويه داخل. شوف القطع الزينه عشان نحطهم على الوي. مستوي مستوي يعني ذاب مره واحده. خذينا الطعم كله الحين منه. وندخل الكويكر على طول، هذا حق الوي. اوكي. عاد تبوني طريقة القصار، أنا ما أستخدم كوب كذي، وعينك ميزانك. 1 2 3 هذا كوب،
هذا ربع وهذا نص سارك ونص. قصر عليه. لما يستوي. خلاص. رد لكم عشان ننشده. خلاص. بضيف لكم هذا الفلفل. 1 2 3 4 عشان بعدين احطهم على الوجه. انطر شغل لكم. هذه خضرتنا صارت ذاهبه، نشيل عنها اللوم الاسود قبل لا ننشبها، ونشيل عنها الفلفل علوب الفلفل عشان نزين فيهم اللي هي بفلفل عقب. فلفل هني. اثنين حمر اثنين خضر، انا حاسبهم ايوه كامل. كذي هذه الخضره زاهبه. قبل ما انشب الخضره عندي الكزبره وعندي الثوم. شويه ثوم وشويه كزبره، هذا اللي نحطون على الوجه. عندي شويه ملح كذي خفيف وشويه ليمون. عدل اخلطهم كلهم مع بعض، هذا راح يتزين فيه وي الخضره عشان يعطيها المزازه والطعم اللي احنا نبي. على طول كذي خضرتنا زاهبه، راح نسكبها هني. شوف السمك مقطع داخلها غير اللي بنحطه على الوجه فوق. ايش بننزل فوقها؟ ننزل فوقها السمك معنا. يصير بالنص. سنة. بس بنواسي. حمر. هذا الخضر. اوكي. وهذه الحشوة اللي قلنا لكم سويناها. نحطها على الأكثر. ثوم. لا تنسون الهدايا، لكم هدايا من زين ومن كويكر، تبعوا السؤال تحت. هذه خضرتنا خلصت. وعليكم بالف صحة وهنا وعافية. تفضل. طبعا اللي يبي يزيد دهنه يقدر يحط دهنه شوية فوق.